نيجي الآن لدرس الـ underfitting والـ overfitting. هذا مفهوم كتير مهم جداً في الماشين ليرنينج، لأنه كل الموديلز اللي احنا بنعملها معرضة إنه هي تكون يا إما underfit أو overfit للداتا تبعته. شو بيعني هذا المفهوم؟ الرسمة هذه بتلخص الموضوع. أنا عندي هنا في الواي الإكس أكسس التري ديبث، قديش عمق الشجرة، يعني أنت زي ما أنت شايف هنا كم مستوى أنا عندي؟ عندي الروت نود، هاي المستوى الأول، وهي الليف نود. ممكن تكون أطول من هيك، ممكن تكون أربع مستويات، سبع مستويات. هل كل ما ضفنا أكثر تفاصيل للتري بجيب سعر أدق؟ لغاية مرحلة معينة. ليش؟ لانه لغايه مرحله معينه بعديها ايش بصير في عندي حاجه اسمها اوفر فيتنج. تمام بالضبط. ايش يعني اوفر فيتنج؟ يعني بتكون الشجره هذه بمعنى اخر مفصله تفصيل على هذه البيانات، وكانه بعباره اخرى انه حافظ مش فاهم، حافظ البيانات مش فاهم نمط البيانات. واحنا في الماشين ليرنينج احنا بدنا اياه يفهم يتعلم نمط البيانات. تمام. فهنا التري ديبث الان بده يكون في عندي هنا تو ايرورز بدي احسبهم. انا في عندي باستطاعتي احسب تو ايرورز. مش احنا حكينا انه البيانات بدنا نقسمها ثلاث اقسام؟ هنا اجى دور الثلاث اقسام، حكينا ترين وفاليديشن وتست. تمام. الان هنا انا عندي التريننج ايرور، بلاحظ انه انا كل ما كبر حجم الشجره ايش بيصير؟ بيقل التريننج ايرور. والفاليديشن اللي هو على التست يعني بتلاحظ انه في البدايه بيكون عالي، بعديها انه لما تكبر الشجره شويه ببدا انه هو يستوعب نمط معين من البيانات، بعديها بيرجع يطلع ثاني. لما رجع طلع ثاني هذه المنطقه بسميها اوفر فيت. ولما كان انه الشجره صغيره في البدايه فعليا هي مش قادره انه هي تعمل كابتشر لنمط معين، فبالتالي بسميها اندر فيت. هذا كلام بينطبق انت عندك على ديسيجن تري، كذلك بينطبق عندك على النيورال نتورك، لانه النيورال نتورك في لها سايز. انت ممكن تاخذ حجم صغير، حجم الصغير زي كانه انت بتعلم ماشين ليرنينج موديل عقله هالقد. ايش بيكون النتيجه؟ اندر فيتنج، مش قادر يستوعب انماط البيانات، مش قادر يتعلم، بمعنى اخر ببساطه مش قادر يتعلم، عقله صغير. الكباسيتي تبعته صغيره محدوده. تمام؟ طب ما دام الموضوع موضوع كباسيتي، خلينا نوسع الكباسيتي على الاخر. لما توسع الكباسيتي تعمل ديسيجن تري كبيره او نيورال نتورك كبيره، ايش بصير في عندك؟ اوفر فيتنج. شو مفهوم الاوفر فيتنج؟ ببساطة شديدة جدا جدا انه انت بتكون عندك الموديل بيكون مفصل على هذه البيانات فقط، فبالتالي البيانات اللي بتيجي في الفيوتشر بيفشل في التعرف او التعرف عليها. ليش؟ لانه خلاص حافظ مش فاهم. تمام؟ فبالتالي احنا بدنا نختار الموديل تبعي بحيث انه ما يكونش فيه اندر فيت ولا اوفر فيت. بمعنى اخر ان انا بدي الاقي اتبع الايرور، كل ما بنقص ماشي بستمر في تكبير الشجره. عند مرحله معينه لقيته برجع بطلع الثاني، خلاص بوقف. بوقف انه انا اكبر حجم الشجره. تمام؟ لا الدبث هذاك. حجم الشجره، عمق الشجره، دبث. نعم. الليف اللي هو عباره عن اخر مستوى في الشجره، اللي هو بيكون بيحتوي على البريدكشنز. هي السعر انت عندك هالقد 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 زي هيك. طيب هذا الكلام احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نبني اكثر من موديل. تمام. وفي الموديل هذا ايش بدي اسوي؟
بدي ابني بدي اغير في باراميتر اسمه ماكس ليف نود. هذا الباراميتر الماكس ليف نود. تمام؟ فكل مرة بدي اعطيله ماكس ليف نود واثبت الراندوم ستيت والاكس والواي زي ما هي. فهنا لاحظ انه هذه عبارة عن utility function get ام اي. لاحظ النيمينج كونفنشن فيرب فريز get مين ابسوليوت ايرور. ايش اديته؟ الماكس ليف نود بالاضافة ل الداتا تبعتي اللي هي الاكس والواي والترين والفاليديشن. تمام؟ بروح بعرف موديل باستخدام البارامتر هذا الاول اللي هو الماكس ليف نود. ايش هو هذا البارامتر؟ وين بدنا نرجع؟ على دوكيومنتيشن تبعت الاسكيلر. ايش في عندي بارامترز؟ اسمه ماكس ليف نود. ماكس ليف نود هاي هذا هو. ايش التايب تبعه؟ انتجر والديفولت نان. تمام؟ grow a tree with max leaf node in the best first fashion. best node are defined as relative reproduction in impurity. if none then unlimited number of leaf node. انه بتم يعني انه بتكون عدد الليف نود غير محدود يعني لا نهائيا. ايش المقصود بهذا الكلام؟ لاحظ انه احنا هنا ريجريشن وهنا ديسيجن تري. ايش انت في عندك هنا؟ البريدكشنز تبعتك. ايش البريدكشن هنا؟ 146,000 هنا 188,000 هنا 170,000 هنا 233,000. انت عشان تقرر الايرور ايش يفترض او ايش يفضل؟ انه انت تحط هنا ليف نود از بوسيبل. تخيلين معايا كيف؟ يعني انت بيت عندك سعره 157,000 وعندك ليف نود 150,000. قديش الايرور؟ 7. طب عشان اقلل الايرور هذا بروح بعمل ليف نود ثانيه بقول 155 بدل ما 150 بحط 155. فبالتالي بقل الالف بقل الايرور بصير 2000. عرفت شو معناته انه انا احط ليف نودز بتقلل فعلا انا عندي الايرور؟ لانه مش دائما اسعار البيوت بتطلع بنفس هاي انه على على يعني بالضبط. بس هذا الكلام يعني بيؤدي لشغله يعني جنونيه انه كل ما زودت اكثر يعني حيصير في عندك عدد كبير من الليف نود وهذا ممكن يؤدي للاوفر فيتنج. فعشان هيك بدنا نشوف اكثر من فاليو للماكس ليف نود. تمام؟ ونشوف اداء النظام. صحيح. طب يعني كيف انا بدي اقرر ان انا حاجته على كل البيانات اللي عندي؟ حكيت البارامتر الديفولت بارامتر في الالجوريثم ايش؟ نعم يعني ايش معناته؟ انه حط ليف نود قد ما بدك على حسب التريننج داتا. لكن اذا اجيت قلت له بدي اياها محدوده، قلت له خلي بالك بدي الماكس ليف نود 7، ما تزيدش عن 7. وانا طلعت معايا في التفريعات 9 تفريعات. 9 تفريعات. وانا قلت له انه الماكس 7. ايش بروح بتسوي؟ بروح بتطلع على اقل تنتين انه فعلا في يعني بيوت الاسعار تبعتها نفس هاي الفئه. تمام. اقل تنتين وبعملهم ديسكارد. خلي يطلع ايرور مش مشكله، بس انا يعني انه انا التري تبعتي صغرتها شوي. طيب لما نعمل ديسكارد هذول مش هيحزن يعني ممكن هذا الاتريبيوت تكون في العمود هذا هيحذف كل الاتريبيوت المتعلقه يعني في المقابل في انا في الليف نود في اخر مستوى بحذفش اتريبيوت. انا الليف نود هنا كمان مره سعر. اه
سعر، انت بتحذف فئه اسعار، بقيه الاتريبيوت هي بتلاقيها كلها فوق في مستويات اعلى. انا ايش بحدد؟ بحدد النمبر، بحددش نمبر اوف برانشز، خلي بالك، بحدد النمبر تبع النودز في اخر مستوى اللي هي الليف نود. ما هو السعر بناء على ايش؟ داتا قبل اللي هو اذا في تو بروم ولا اكثر، يعني قصدي الداتا اللي تكون كلها قبل ما هي كله نفس. طيب لنفترض جدلا انا بدي اعمل ديسكارد لهاي، هاي تمام، لقيت انت لما وصلت هنا مش البيانات كلها موجوده؟ هي انه انت عندك البيدرومز اكبر من او تساوي يعني اكثر من 2 واللوت سايز 11500. لما تحذفها الان هل هذا بيلغي سجلات انه انت عندك انه في عقارات انه اكثر من غرفتين واللوت سايز تبعها اكثر من 11500؟ ما بيلغيها. انت اوريدي وصلت هنا لهي النود، ما دام وصلت لهي النود يبقى السجلات ضايله موجوده. انت ايش اللي لغيته؟ لغيت الليف نود اللي هي تبعت البرايس، قلت هذه الفئه من البريدكشن بديش اياها، بدي اعملها ديسكارد. ليش؟ لانه انا عندي 10000 بيت وبيتين بس حقهم 170000. يعني انا عامل ليف نود ومكلف حالي عشان بس بيتين من 10000، اعملها ديسكارد، بديش اياها، بدنا نزغر الشجره. تمام؟ ليش؟ لانه ايش بصير في الحاله هذه؟ برجع للمور ده مكتوب وبدرونز كله بصير 223000 وبطلع ايرور. وايرور وايرور في اثنين انا ماشي انا قبلان فيه، بت يعني انه مش كثير بياثر علي. بتطلع خطوه لفوق صح؟ بالضبط. ليش؟ لانه انت في يعني انا حكيت لك انه المثال هنا انه على بس على تو نوتس، بس احسب انه انت يعني مثلا طلعت عندك في التفريعه هذه 10 نوتس وانت قلت له انه الماكسيموم 5، فبالتالي انت عملت ديسكارد لخمسه عشان انه انت يعني تتخلص من يعني ما تقعش في التراب تبع الاوفر فيتنج. لا مش متخيلها لسه. لا لا بيحتفظ فيها. تمام. طيب يبقى اليوتيليتي فانكشن ايش بسوي فعليا؟ انه انا بروح بعرف باراميتر بالماكس ليف نود، لسه احنا حنعرفها الان في لسته هيو هنا، قلت له انه بدي اياك تجرب مره الليف نود 5، مره 50، مره 500، مره 5000، جيب لي الايرور. كم موديل حيبني؟ 5 موديلز، كل واحد بليف نود مختلف. هذا اللي احنا بنسويه اسمه تونينج، معايره للماشين ليرنينج موديل عشان تجيب ايش الماكس ليف نود الافضل. تمام. بتروح بتعرف بالماكس ليف نود المطلوبه، تعمل فيت، تعمل بريدكشن، تحسب الايرور، بترجع الايرور. يبقى هذه يوتيليتي فانكشن، بدل ما انت تضلك تعيد هذا الكلام وتكرر الكود، حطيناها في فانكشن وتعملها كول. تمام. يبقى هنا رحنا عرفنا فور ماكس ليف نود ان هاي الليست، روح استدعي لي هاي الفانكشن. تمام. وروح اطبع لي الايرور. لاحظ معايا في النتائج، لما كان 5 قديش؟ 347000، هنا 258000، قل هنا 243000، رجع زاد. شفت كيف الفكره في الموضوع؟ تمام. كيف الشرط ما يصير 500؟ ممكن نضل نكمل وراها شويه، مش فاهم. رجع زاد هتاخذ ال500 اللي قبل ال500. 5000 هو عند 5000 بالضبط، انت حتقف عند ال500 بالضبط. تمام. كمان وهذا التفاصيل تبعت التونينج، انت بتصير انه انت الانترفلز تبعتك بتصير انت بتجرب في المئات، بتروح بتعمل تجربه ثانيه، جرب لي 100 200 300 لغايه ال1000 مثلا، فانت بتجيب وين المنطقه اللي في ال1000 اللي فيها اقل. تمام. تمام. يبقى فهمنا في البدايه ايش في، كان عندي اندر فيتنج، قال الايرور
صار في عندي البيست موديل somehow يعني، وبعديها صار في النهاية أنا عندي overfitting لأنه زادت أنا عندي الماكس ليف نود. فبيأكد هنا على المفهوم على الكونسبت اللي هو overfitting والunderfitting. تمام؟ هكذا مطلوب منك أنه أنت تطبق هذا الكلام، أنه أنت تجرب كذا باراميتر وتروح. لا الآن هلقيت. تمام؟ يبقى بدك تعمل optimize للموديل تبعك، بدك تحل هذا الاكسرسايز.